بداية مبسوط انا معاك يا عمر ومع الناس اللي بتتابع موقع في الجول دوت كوم بيتي الاولاني يعني. وبالنسبه لليوم انا مبسوط جدا ان انا الحمد لله ربنا اراد وعرفت اشارك في التجربه بتاعه فود بالاكسبو. يمكن انا عارف عنها من فتره بس كنت مشغول جدا بسبب حاجات شخصيه على حاجات في الشغل فمعرفتش ان انا اعملها لغايه الحمد لله ما ربنا سهل وعرفت اجي النهارده احضر، لان كمان التفاصيل والعناوين بتاعه المناقشات كلها مثمره. لما تيجي تتكلم على تطوير الكوره فانت دايما بتلاقي ناس للاسف بتتكلم في عناوين وبتتكلم في حاجات عامه قوي، لكن لما تلاقي بقى حاجات متخصصه بتتكلم في تطوير الكوره سواء على مستوى العلم النفس النهارده توبيك من التوبكس اللي ناقشناها الرياضي واهميته، لما تيجي تتكلم على كيفيه تحقيق الاعاره او ازاي تختار اللعيب اللي هتبيعه او اللي هتشتريه، لما تيجي تتكلم على الاداره، لما تيجي تتكلم على الايجنسي كمان، قصص الحياه كلها كل واحده فيهم مهمه. فده التطوير الحقيقي. فانا ده كان باين لي من فتره لما اتعاملت الاول مره مع الشباب من اصدقائنا في الفوتبول اكسبو، فكنت مستني يوم زي ده. فانا مبسوط جدا انا كنت جزء منه وبتمنى ان هم يكملوا كمان بنفس الشكل ده لانه الموضوع فعلا بيفيد. كنت شايف قد ايه التفاعل من الناس اللي قاعده وقد ايه هم عندهم اسئله حتى بيضيفوها على الاسئله اللي بتتسال سواء للضيوف او من جانب المذيعين او مقدمي او القائمين على تقديم الايفنت. ف بحيي كل حد الحقيقة حضر وكل حد قام على تحضير الايفنت ده. تكملا لسؤالك او لكلامك في القصه بتاعه ان احنا ابتدينا ناخد خطوات، هي خطوات واضحه وسبحان الله اول ما اتخذت بدا الناتج يبان بسرعه. احنا كنا مفتقدين للاراده دي بتاعه ان الدوله نفسها تبقى عايزه ان الكوره في مصر تاخد ما تستحقه. احنا بلد عريقه جدا، احنا من مؤسسي الكره الافريقيه، من مؤسسي الكره العربيه بل ان مؤسسينها، فما ينفعش ان احنا نلاقي المنتج بتاعنا مستواه بيقل بدل ما يزيد في الوقت اللي الناس كلها بتزود منتجها. فاول ما الاراده دي تحققت بقينا نشوف الناتج بسرعه، عندنا كوره كويسه، عندنا ناس بتحاول، عندنا اجيال صاعده كمان هي اللي بتفكر وبتدرس، مش مجرد ان هي بتشتغل، بتدرس كمان اللي عايزه تشتغله. فموضوع رابطة الأندية ده كان تطور جيد، الصورة التلفزيونية تطور جيد، ناقص أرضية الملعب كمان تبقى كويسة، الجماهير تزيد، عايزين يبقى كل حد عارف تخصصه علشان عارف اللي ليه واللي عليه بمعنى أدق عشان الكرة تتطور. يمكن دي خطوة كويسة، لكن بشكل عام إحنا لسه قدامنا كتير، قدامنا كتير على مستوى اللوائح، على مستوى تطبيق اللوائح على الكل، على مستوى إنك تبقى يعني مؤسسة بتكلم على الكورة يعني عندها من الصرامة ما يكفي انه الناس تحترمك حتى وان جيت عليهم، يعني حتى لو انت ظلمت حد او يعني جيت على حد في قرار الناس ما تبقاش بتتعامل معك وهي بتكرهك. فتطبيق القانون واللوايح على الجميع بلا استثناء على مستويات قمة او على مستويات قاع امر مهم جدا عشان يطور المنتج وهيزود المنافسة. على مستوى الاندية في شوية برضو لسه مش كل الاندية بنفس الدرجة، يعني انت لو اتكلمت على لو خدنا مثال المؤسسي في أندية بتشتغل ناحية التطور ده وفي أندية بصراحة لا الموضوع فيها لا قدر لا بأس بيه من العشوائية، لكن نتمنى أن ده يكون في الفترة اللي جاية كمان يجي بالنفع على الأندية. مسيرتي الإعلامية دي محتاجة يعني شوية وقت بس أنا ممكن أول حاجة في بالي لما أنت قلت على أفضل حلقة كانت حلقة شريف إكرامي لما كان أعلن أنه ماشي من الأهلي وراح بيراميدز، فكان الناس ربطت كمان ما بين انتقال رمضان صبحي من الاهلي لبيراميدز ان شريف اكرامي سبب في كده. شريف اكرامي الحقيقه هو يعني نموذج الضيف اللي انت تحب تستضيفه، شخص عنده قصص يحكيها، شخص عنده جماهيريه وفي نفس الوقت لعب في اهلي ومنتخب وبيلعب في فريق قمه زي بيراميدز، وفي نفس الوقت بيتلقى الاسئله الصعبه بصدر رحب، فبيديك كمان كمحاور القدره انك تسال اللي انت عايزه ولازم تبقى مركز طول الحلقه علشان اجاباته هتخليك لازم تركز ولازم تعمل رد فعل عليها. فاعتقد دي كانت من الحلقات القويه قوي بسبب توقيتها وبسبب قوه الضيف اللي فيها. مداخله يعني علشان حاسس ان انا طبقت فيها اللي انا درسته في الاعلام هو مداخله مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لانه هو كان دخل شتم حد معايا وانا طول الوقت يعني اللي بدرسه واللي بدرسه لزمايلي من الطلاب في فكره انه ما ينفعش حد يشتم حد على الهواء، فهو ان انا قفلت لما بدا يهاجم مع كامل احترامي ليه بالمناسبه مش بتفاخر بده، لكن كمان لما قفلت هو طلب المداخله تاني فدخل بالطريقه الطبيعيه قال اللي هو عايزه من غير اي تضييق او تعتيم عليه، لكن في نفس الوقت كان باسلوب يتماشى مع الكاميرا. فاعتقد ان دي كانت من المداخلات الناجحه بالنسبه لي كتير. بص هو الحلقه اللي بحضر لها غير الحلقه اللي ما بحضر لهاش خالص، اي حلقه باثر في التحضير ليها بتطلع على الشاشه مش حلوه او على الاقل ببقى مروح مش مبسوط. فانت عايز مثال بقى حلقه ما كنتش محضر لها؟ عايز افتكر والله، بس كان في حلقه
مش عايز اقول اسم الضيف ماشي، بس كان في حلقه انا بصراحه كنت رايح مش حاسس ان الضيف ده مناسب لليوم او تقيل يعني بالدرجه الكافيه طبقا للاحداث، فما كنتش محضر له قوي، كنت محضر للساعه الاولانيه، فدخلت على الهواء لقيت ان الضيف كلامه ممتاز حلو جدا ابهرني، ففي وسط الحوار اتضايقت من نفسي قوي ان انا كنت حضرت للحوار كويس، كان هيبقى الناتج اللي قدام الشاشه احسن، فلومت نفسي جامد يعني. محمد صلاح نفسي احاوره، كابتن محمود الخطيب بدون انتخابات، حوار عام بدون تحضير اسئله، بدون بي ار يعني في القصه، انا عايزه اسال الاسطوره اللي قدامي اللي في نفس الوقت بيرأس نادي من اهم الانديه في افريقيا، فعايز اعمل معاه حوار اعتقد ان ممكن اطلع منه اجابات كويسه. وكريستيانو رونالدو حلقه كنت اتمنى ان انا اكون مكان الزميل اللي قدمها، ممكن مؤخرا كابتن شوبير عمل حوار مع كابتن محمود الخطيب، انا اتفرجت على الحوار وقلت نفسي انا في الحوار ده.